انضم إلينا من موسكو ومراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، بعد التحية، ربما السؤال المباشر هنا: هل تتدرب روسيا أو يتدرب الجيش الروسي على معارك بالسلاح النووي وعلى السلاح النووي فيما يتعلق بالرد الهائل كما أشار أو كما جاء هذا البيان، رد نووي هائل؟ وأيضا مزيد من التفاصيل حول الاستراتيجية الروسية فيما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعلانه بهذه التدريبات. نعم كريم، بالفعل تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس هو يجب التوقف عنده، حيث أن بوتين أكد على أن بلاده ستستخدم السلاح النووي كملاذ أخير للدفاع عن أمنها وعن مصالح مواطنيها. أيضا بوتين أشار إلى أن قوات الردع الاستراتيجي النووي تم تسليمها أسلحة حديثة بلغت نسبتها 94% العام الحالي. أيضا تحدث عن أن بلاده لن تذهب في إطار التسلح، إنما الأسلحة النووية والثالوث النووي الروسي هما الضامن الوحيد لأمن البلاد، وهذه الأسلحة سيتم استخدامها بناء على العقيدة النووية للجيش الروسي، وهذه العقيدة أيضا التي تم تجديدها وأيضا تغيير بعض بنودها خلال الفترة القليلة الماضية بناء على الخطوات الغربية ولا سيما الخطوات الأمريكية. بطبيعة الحال كريم، تصريح بوتين يوم أمس وقبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي أيضا إشارة ما من قبل روسيا، وخاصة أن غالبية الخبراء في الداخل الروسي يتحدثون عن أن الأيام القليلة المقبلة لربما تكون من أخطر الأيام في إطار الصراع الروسي الأوكراني، حيث أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع المقبل، وقبل هذه الانتخابات لربما أوكرانيا ستقوم بأي عملية استفزاز تجاه روسيا، أي استغلال فرصة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولربما أيضا البيت الأبيض قد أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا وللقوات الأوكرانية للقيام بخطوة استفزازية تجاه روسيا على غرار الخطوة التي قامت بها في مقاطعة كورسك الروسية في شهر أغسطس الماضي. روسيا يوم أمس أرادت أن تحذر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من أنها ماضية في عملياتها العسكرية، وأن الخطوط الحمراء الروسية المرسومة من قبل القيادة العسكرية الروسية في حال تخطيها من قبل الغرب فهذا يعني حتميا باستخدام روسيا للأسلحة النووية. أيضا صباح اليوم بيلاروسيا أيضا أجرت تدريبات عسكرية لقوات الردع الاستراتيجي البيلاروسي، أيضا هذه تأتي في إطار السياسة المنتهجة من قبل كل من موسكو ومينسك في إطار الردع للغرب وأيضا تحذير الغرب من أن أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى كارثة. روسيا بطبيعة الحال ما قامت به يوم أمس تؤكد على أنها لا تريد استخدام هذه الأسلحة، إنما هذه التدريبات هي تأتي في إطار الردع والتحذير، أي الآن الكرة في الملعب الغربي والملعب الأمريكي، في حال أرادوا وقف الصراع الروسي الأوكراني فعليهم الجلوس على الطاولة والتفاوض مع موسكو ومراعاة هواجس روسيا الأمنية، وإلا في حال استكمال الغرب بخطواته العدائية تجاه روسيا، هذه الخطوات التي لربما تستطيع أوكرانيا من خلالها استهداف العمق الروسي، فهذا بطبيعة الحال سيواجه برد روسي قاسي ورد روسي حتمي. أيضا الجانب الروسي يؤكد على أن هذه الأسلحة تحديدا الأسلحة النووية هو ليست بحاجة إليها في الوقت الحالي، إنما هذه الأسلحة هي الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد. نحن نتحدث عن أسلحة لازالت ضمن إطار المخابئ الروسية أو ضمن إطار عدم الاستخدام من قبل القوات الروسية، هذه الأسلحة أيضا باستطاعة القوات الروسية استخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا، إنما في حال حدوث المواجهة الكبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الناتو عندها السيناريو سيكون مختلف، عندها الحديث عن السلاح النووي لن يعود ضروري أو لن يعود مفيد، لأن القوات الروسية ستفاجئ الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام هذه الأسلحة، لأن العقيدة النووية للجيش الروسي والبنود التي تم إطفاؤها وأيضا تعديلها في العقيدة النووية هي توضح بشكل مباشر وبشكل واضح الأسباب وأيضا المراحل التي ستستخدم فيها روسيا لهذه الأسلحة. نحن نتحدث كريم الآن عن أيام صعبة جدا على العالم ولا سيما على الصراع الروسي الأوكراني، هذه الأيام تستمر حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لربما
لربما المشهد سيختلف، لربما ستحدث هناك أي مؤشرات تشير إلى إمكانية التسوية والمفاوضات بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن روسيا وكما أيضا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن تتخلى عن المناطق التي ضمتها إليها نتيجة عملية استفتاء. إضافة إلى ذلك بوتين أكد على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات أو أي شروط للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب في أخرى. شكرا لك حسين مشيكو تمانا من العاصمة الروسية موسكو.